أمي أرجع بشوي تركزون معاي. حكي على شخصية ما كان يعني كان جبتوا كان جبتوا اسمك كم مرة بس مرات قليلة بس المرة حكي على هاي الشخصية بطريقة يأح إنه بطريقة يعني كثيفة. فأكو رجال حكي عنه اليوم اسمه يربعام بن نباط. هذا شخص احتمال عند البعض غير معروف بس اللي يقرأ تعرفون انه ال 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 الكتب انه عندك اول خمس كتب كتب موسى انه تبدأ انه بالتكوين وراها يجي الخروج وراها يجي اللاويين وراها العدد وراها التثنية وراها الخمس كتب يجي كتاب يشوع. يشوع بن نون اللي انه اخذ الشعب ودخله لأرض الميعاد اللي هو طبعا يرمز الى يسوع. يعني الكلمة اليهودية يشوع هي قريبة جدا من الكلمة اليهودية يسوع. احنا بالعربي شنو الفرق؟ كذا نقاط صح؟ وراها شكوى وراها انه يحكي لك على انه ورا قضاة ورا القضاة يحكي لك على رعوث ورا رعوث يحكي لك منه على انه يبدي كتاب صموئيل الاول كتاب صموئيل الثاني ورا يجي كتاب ملوك الاول ملوك الثاني. اللي يقرا كتاب ملوك الاول ملوك الثاني حيشوف اسم هذا الشخص يظل ينعاد. بس الموضوع شنو هذا؟ لما يجي اسم هذا الشخص هو شيء سيء جدا انه هذا الشخص سوى اشياء رهيبة حسب ما يقول الرب ما حد كان سواها قبله. قبل نحكي هذا الشخص قبل شوي على جاكم بالتاريخ حتى شوية تفتهمون انه احنا وين بالتاريخ. تعرفوا قلت طبعا موضوع موسى صح؟ انا بدي من موسى انه الله قال له طلع الشعب من مصر وقودم الى ارض الميعاد. فش مكتوب انه 40 سنه بالبريه ظلوا انه يدورون. ليش يدورون؟ سبب عدم الايمان. لما الله قال لهم روحوا ادخلوا الارض خاف مع طبعا انه يشوع بن نون وكالب بن يفنه هذول اللي ما خافوا. ولهذا السبب من شعب اسرائيل كله اثنين بس دخل الارض الميعاد والباقي ايش مكتوب انه طرحت اجساد بالصحراء. ليش؟ ما صدقوا الله. لازم احنا كل لازم نفهمه انه الخطيئه دخلت عن طريق عدم تصديق الله صح. انه الله قال لادم الحواء قلم انه اليوم تاكلون من ثمر الشجره موت تموتون. جبت الحياه قالت له ما حتموتون. هم ما صدقوا الله. فعن طريق الاكبر مشكله بنجي كلها هي عدم الطاعه عدم التصديق. ولهذا السبب يسوع رجع كل اللي قلنا شلون عن طريق التصديق عن طريق الطاعة عن طريق الإيمان. هي كلها كلمات مرادفة هي. فأركزوا معي عندنا موسى وورا موسى من جاء يشوع بن نون اللي دخل الشعب إلى أرض الميعاد. الله قال لموسى أنت توقف قدام الجبل تشوف الأرض ومدخلها. ليش؟ لأنه أنت ما صدقت كلامي. أول مرة صار موقف أنا ما رد يعني طرق له صار موقف معين. الله قال لموسى قال له أريدك تؤمر الحجر يطلع مي. موسى شال العصا وضربه الحجر. فالله صار يعني انقهر وانغث من عمل موسى لعدم تصديقه. فقال أنت حتشوف أرض الميعاد ما حتدخلها. أنت معي إخواني؟ ركزوا معي. وراها شنو؟ ورا ما مات يشوع بن نون الله أنت شعب إسرائيل لمدة 400 سنة قضاة. اللي واحد عند مثلا كان يمشون واخير قاضي منه كان صموئيل. وقت صموئيل الله قال الشعب قال الله احنا نريد ملك مثل ما هو بقي عند الملك احنا ما نريد ملك. فحطل منه الملك اسمه شاول بن قيس. وراها نفس المشكله انعادت. شاول سوى ما صدق الكلمه فالله نزعه عن الملك وجاب بدل منه داود. واضح انتم معي؟ انا بسال الاخ عم تعرفوا احنا وين بالتاريخ. ورا ما مات داود منه جاء ابنه صح؟ سليمان. طبعا البركه والتمتع بسبب نتيجه ايمان داود كان اكو سلام رهيب بوقت سليمان.
وغنى وذهب وفلوس وكله موجود، ويعني بطريقة فوق العقل. بس مكتوب انه بأخير ايام حياة سليمان كان متزوج كثير نسوان، وهذول اخذوا قلبه، خلينا نبتعد عن الرب، ويعبد اصلا الاصنام، يعبد آلهة الآلهة مع زوجاته. درس رهيب. شو ملك الله ملانه بالحكمة، ملانه بالمعرفة، في أخير أيام حياته ينجرف. ومكتوب أنه الله ظهر له مرتين وقال له أنا أردك تطيعني شو ما أبوك داود طعني. وش سوى سليمان؟ ما سمع، لأنه هذول النسوان كانوا أخذوا قلبه من الله الحي. فلهذا السبب الله عصب عليه، قال له أنا حقسم مملكتك بعد ما داود جمع كل المملكة وانتصر وسوى كل الأشياء. لازم أحبائي، لازم إحنا نعرف أنه خياراتنا على الأرض اللي ناخذها إلى نتائج. بولس قال إذا أنت تزرع حسب الجسد كن على يقين أنت حتحصل حسب الجسد، وإذا أنت حتزرع حسب الروح أنت دائما تحصل حسب الروح. أنت معي؟ وراها الشار، وراها جاء ابن سليمان، ورب سليمان مات. بس الله قال له أنا على موت داود ما حأقسم المملكة بأيامك، مو على مودك أنت، على مود داود أبوك، بس حأقسم المملكة شو وقت؟ بأيام ابنك. فمنك شنو صار؟ إنه تقرأ إنه ابنه، روحوا ياي على ملوك الأولى، ابن ال الملوك الأول الصحاح 12. ابن سليمان اسمه رحبعام. هذا رحبعام أنا ريت أنه أريد أخذ وياك من 12 نقرأ مع بعض حتى شوي يكون عندنا فكرة شنو الموضوع اللي صار. فأنت بس افتهمت احنا وين؟ احنا حاليا بأنه ابنه، بوقت ابنه سليمان اللي الله قال بوقت هذا الرجال انا حقسم المملكة، حطش ليش؟ انه انت لأنه انت بطعت اسمي ومطعت كلمتي. مكتوب وذهب رحبعام اللي هو منه ابن سليمان. واضح؟ لأنه جاء إلى شكيم جميع إسرائيل يملكوه، ولما سمع يربعام، شوف هذا أول مرة يجي اسم هذا الرجال يربعام بن نباط، وهو بعث في مصر لأنه هرب من وجه سليمان الملك، وأقام يربعام في مصر وأرسلوا فدعوه. أتى يربعام وكل جماعة إسرائيل وكلموا رحبعام قائلين شنو كان يقل مكتوب إن أباك قص نيرنا، وأما أنت فخفف الآن عبودية أبيك القاسية ومن نيره الثقيل اللي جعله علينا فنخدمك. طبعا يعني غض النظر عن هذا هو حقيقة أو لا، الملك أي ملك لما يبدي قلبه يزيغ عن الله ويفقد علاقته بالله فشو حيكون؟ يعني حيكون مملوء من الروح القدس والفرح والسلام؟ لا. فقاسي أو مو قاسي نادى يقولوا له إن أباك قصى نيرنا، يقول له بس أنت ومن نيره الثقيل اللي جعله علينا، يقول أنه خفف، أنت خفف علينا، أبوك حط علينا أحمال كثيرة اللي هو اسمه سليمان، أنت خفف. فقال لهم اذهبوا إلى 3 أيام أيضا ثم ارجعوا إليه. فذهب الشعب، فاستشار الملك رحبعام الشيوخ الذين كانوا يقفون أمام سليمان أبيه أو حي قائلا كيف تشيرون أن أرد جوابنا هذا الشعب؟ فكلموا قائلين إن صرت اليوم عبدا لهذا الشعب وخدمتهم وأجبتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكونون لك عبيدا كل اليوم. روح إيش مكتوب هذا الملك وبعض الشعب؟ ترك مشورة الشيوخ التي أشاروا بها عليه واستشار الأحداث. شباب، هو شاب راح وجه استشار الشيوخ، انطوه نصيحة صح، ترك راح شباب عمره، قال شو رأيكم أنتم؟ نشأوا معه ووقفوا أمامه، فقال لهم ما تشيرون أنتم
فنرد الجواب على هذا الشعب الذي كلموني قلالين خفف من النير جعلنا علي أبوك. فكلام الأحداث الشباب الذين نشأوا مع قلالين، هكذا تقول لهذا الشعب الذين كلموك قلالين إن أباك ثقل نيرا وأما أنت فخفف من نيرنا، هكذا تقول لهم إن خنصري أغلظ من متن أبي، والآن أبي حملكم نيرا ثقيلا وأنا أزيد على نيركم، أبي أدبكم بالصياط وأنا أودكم بالعقرب. سوى هذا الملك سمع علما للشباب، فجاء أربعام وجميع الشعب إلى أربعام في اليوم الثالث، كما تكلم الملك قائلا اجوا علي في اليوم الثالث، فأجاب الملك الشعب بقساوة وترك مشورة الشيوخ يتشاور بها عليه وكلمهم حسب مشورة الأحداث قائلا أبي ثقل نيركم وأنا أزيل على نيركم، أبي أدبكم بالسياط وأدبكم بالعقارب. 16 فلما رأى كل إسرائيل الملك لم يسمع لهم، رد الشعب جوابا على الملك قائلين أي قسم لنا في داود ولا نصيب لنا في ابن يسى، إلى خيامك يا إسرائيل أن انظر إلى بيتك يا داود. راح الشعب يقول له على كيفك يعني، لا تكون قاسي يعني. فما ذول الحكماء حكوا معانا قالوا له يا قلم حاضر أقاسي عليك ليش؟ فما قال له خلي يكون لسانك طيب، لسان حياته معاهم حيخدمك طيب حياته. فهو رفض. شوف الصار، فعصى إسرائيل على بيت داود لهذا اليوم. لما سمع جميع إسرائيل بأن يربعام قد رجع أرسلوا فدعوه إلى الجماعة وملكوه على جميع إسرائيل، لم يتبع بيت داود إلا سبط يهوذا وحده. كان لكم 17 12 سبط، واحد بس راح مع أربعام، وال12 راحوا مع رجال اسمه يربعام بن ناباط. شوفوا من هنا يقول لك انه 21 ولما جاء ربعان يروشليم جمع كل بيت يهوذا وسبط بنيامين 180 الف مختار محارب ليحارب بيت اسرائيل، صارت حرب ويرد المملكه لربعان بن سليمان. وكان كلام الله الى شمعي رجل الله قائلا كلم ربعان بن سليمان ملك يهوذا وكل بيت يهوذا وبنيامين وبقيه الشعب قائلا هكذا قال رب لا تصعدوا لا تحارب ولا تحارب اخوتكم بني اسرائيل، رجعوا كل واحد لبيته لان من عندي هذا الامر. فسمع لكلام الرب ورجعوا سمعوا لينطلقوا حسب قول الرب. الشيء اللي كان صار، بس لو تسمحوا لي لحظة، الله قابلوا اليربعام وقالوا انه انا حنطيك المملكة. قاعد الله قابلوا اليربعام هذا الرجال اللي كان راح كان هرب وقت سليمان وقال له إلك أنا حطيك المملكة جزء من عندك كبير أنا حطيك إلك. أنا حاليا قاعد أحاول ألقي العدد اللي الله قالوا بينه. إيه لقيتونه مكتوب ملوك الأول لإصحاح 11 أريدك شوية، هذا الموضوع مهم جدا حاليا شوية، احتمال أنت أشياء جديدة قاعد تسمع بس ركز لا تخاف، أنا بس كمقدمة حجي للمغزى. الله حكم على يربعام قال له روحي على عدد 126 أو 28 شو يقول؟ يقول لك وكان الرجل يربعام جبين وجبار بأس، فلما رأى سليمان الغلام أنه عامل شغلا أقامه على كل أعمال بيت يوسف. بعدين 29 مكتوب أنه وكان في ذلك الزمان لما خرج يربعام يروشليم أنه لاقى أخي الشيلوني النبي في الطريق وهو لابس رداء جديد وهما وحدهما في الحقل، فقبض على أخي على قبض أخي على الرداء الجديد الذي عليه ومزقه 12 قطعة. افتهم، مزق الرداء 12 قطعة، 12 سبط قسمه 12 قطعة. شو قال؟
وقال ليربعام: خذ لنفسك 10 قطع، لأنه هكذا قال الرب إلى إسرائيل: ها أنا ذا أمزق المملكة من يد سليمان وأعطيك شنو؟ 10. ويكون له سبط واحد من أجل عبد داود ومن أجل أورشليم المدينة التي اخترتها من كل أصوات إسرائيل، لأنهم تركوني وسجدوا لعشتاروث آلهة الصيدونيين ولكموش إله المؤابيين وملكم إله بني عمون، ولم يسلكوا في طرقي ليعلموا المستقيم في عيني وفرائضي وأحكامك داود أبيه، ولا أخذ كل مملكة من يدي بل أصيره رئيسا كل أيام حياتي لأجل داود عبدي الذي اخترته والذي حفظ وصاياي وفرائضي. هنا تعرفتمون له الشيء اللي صار؟ الله دز نبي، دزوا يربعهم، قال له روح، هذا الشعب رفضني، أنا حشق المملكة وحعطيك إلك 10 أصباط. وعد، هذا وعد من الله معطى له. هل الموضوع واضح لا؟ شوف مصطلح 12 ايش صار. أريدك من هسه أريدك تركز معي حتى تفتهم شو يصير بأفكارنا، شو يصير بأعماقنا، وإحنا شلون نبي نتصرف. شوف عدد 25، أريد تسمع هاي الكلمات ضرورية جدا، اسمعني اسمعني. وبنى يربعام شكيم في جبل أفرايم وسكن بها مدينة، ثم خرج من هناك وبنى فنوئيم. اسمع اسمع استوعب اسمع، ركز 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 ركز. فهذا الرجال اللي الله أعطاه وعد قال 10 أصباط لك مكتوب، فكر وين قلبه براسه خايف يفكر. الآن ترجع المملكة لبيت داود، إن صعد هذا الشعب ليقرب ذبائح في بيت الرب في أورشليم، يرجع قلب هذا الشعب إلى سيدهم إلى رحبعام ملك يهودا ويقتلوني ويرجعوا إلى رحبعام ملك يهودا. شوف شوف الخوف. الله ما الله وعدك صح، قال لك إنه سليمان ما سمع كلامي وأنا حمزق المملكة وحطيك أنت عليك 10 أصباط. هو بدأ يفكر بدل ما يكون عنده الثقة، بدأ يفكر. بس أريد أشوفك، اسمعني اسمعني اسمعني، أريد أشوفك شنو الخوف ممكن يسوي. أعيد، أريدك تشوف شنو الخوف ممكن يسوي. 28، فاستشار الملك وش سوى، وعمل عجلي ذهب، مو عجل واحد اثنين، وقال لهم للشعب: كثيرا عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم، هو ذا آلهتك يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر. ياما إحنا بسبب الخوف نبدي نحط نفسنا أمان خارج عن يسوع. أعطيك مثال، إذا أنا أريد، تعرفون إيش قد أنا يعجبني أعزف، إذا أنا أريد ممكن أروح للبنك أقول له أريدك تسوي لي تأمين الأصابيعي، إذا أصابيعي صار بي أي شيء فأنت بتعطوني 2,000,000، 3,000، 4,000، 5,000، 10، ممكن. شو الشيء اللي إذا أنا حسوي، شو الشيء اللي حيحركني؟ الخوف. لا فد يوم الأيام أصابيعي تنقص تنقطع، ما أعرف صار بي القطع، ما أعرف وما أقدر أعزف. هالشي حركني شنو؟ أخاف فحركني شنو؟ إنه أسوي تأمين. أنت معي؟ مع العلم حياتي كلها وجسمي وبيد يسوع، وأنا يسوع الله قال شعرة ما تسقط إذا أبوك ما يعرف. صح؟ صح؟ شوفوا أحبائي، هذا حاليا بالأرض، أنا بحكي لكم خارج العالم، هم كلهم عبر الأصنام، لكن العالم نص الكنيسة. احذر من الخوف، هذا فخ فخ فخ. عندك كلمة الله تصدق بيه، ولما يجيك الشيطان بفكار خوف لازم تقاوم، لازم تعلن كلمة الله. صح؟ لأنه مثلا ليش الله قيل لن أهملك ولا أتركك،
عمون إذا جتيك أفكار خوف هل أنت ممكن في يوم أيام تموت من الجوع؟ الله يقول لك لا. مثلا ليش؟ لو الله مثلا ليش مكتوب مثلا لا أبارك أنا وكثر لك يا عمون؟ تعرف أنه أنت مبارك صح؟ صح؟ شوفوا الشر اللي صار. فكرة، هي فكرة، استشار. طبعا انا ما اعرف مين استشار، بس انا متاكد انه مستشار ويا الله 100% مستشار ويا الله. الله قال له انه سوي لك، سوي عجل، سوي عجل احبائي. ياما ناس قاعد انه مرات وهذا الشيء رهيب، تسوي نفس عجل احبائي. دير بالك تسوي نفسك عجل. خلي انه قدس الله في قلبك، خلي هو يكون خوفك، هو يكون إلهك، هو يعتني بيك. حكمي. فقال قال الشعب يا شعب الله اسمعوا، هذا العجل هو ربك وهو اللي طلعك من مصر. وضع واحد في بيت إيل وجعل آخر في دان، وكان هذا الأمر خطيئا، وكان الشعب يذهبون إلى أمام أحدهما حتى إلى دان، وبنى بيت المرتفعات وصير كهنة من أطراف الشعب لما يكونوا من بني لاوي. وعمل يربعام عيدا في الشهر الثامن في اليوم الخامس عشر من الشهر كالعيد الذي في يهوذا، واصعد على المذبح. هكذا فعل في بيت إيل بذبح العجلين الذين عملهما، وأوقف في بيت إيل كهنة المرتفعات على التي عملها، واصعد على المذبح التي عمل في بيت إيل في اليوم الخامس عشر من ثامن الشهر من شهر الثامن، وفي الشهر الذي ابتدعه في قلبه. هذا الرجال قام يسوي أعياد، دخل ديانة جديدة، قام يسوي أعياد، حط كهنة، قاموا يذبحون، يسوون أشياء، حط أعياد، حط أشياء، سوون الديانة كاملة من شعب الله. فعمل عيدا لبني إسرائيل، وصعد على المذبح ليوقظ. قال لك خلاص عظم، عظم نفسه، صار هو من حاليا مو بس ملك الكهنة منه، فقاموا يقدم محرقات وذبائح. واحد 13. وإذ برجل الله قد أتى من يهوذا بكلام الرب إلى بيت إيل، ويربعام واقف عند المذبح لكي يوقد، فنادى نحو المذبح بكلام الرب وقال. ملوك الأول صحة 13 الأول. فلمن الله شاء شيء صار دزلوا الرجال لليربعام. فنادى عن المذبح بكلام الرب وقال يا مذبح يا مذبح، هكذا قال الرب هو ذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يوشيا. ملوك الأول صح 13 عدد 2. يقل لك جار جان الله يحكي يا رب عام. قال فنادى بكلام الرب وقال يا مذبح يا مذبح، هكذا قال الرب هو ذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يوشيا، ويذبح عليه كهنة المرتفعات الذين يقدون عليك، وتحرق عليك عظام الناس. وأعطى في ذلك اليوم علامة، قال هذه العلامة التي تكلم بها الرب هو ذا المذبح ينشق ويذر الرماد الذي عليه. اسمع 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 اسمع. فلما سمع الملك كلام رجل الله الذي نادى نحو المذبح في بيت إيل، مد يربعام يده عن المذبح قال امسكوه، شو مكتوب؟ فيبست يده التي مدها نحوه ولم يصنع أن يردها إليه، وانشق المذبح وذري الرماد من على المذبح حسب العلامة أعطاها رجل الله بكلام الرب. فجاب الملك وقال لرجل الله تضرع إلى وجه الرب إلهك وصلي من أجل ترجع يديه إليه. تضرع رجل الله إلى وجه الرب فرجعت يد الملك إليه وكانت كما في الأول. ثم قال الملك رجل الله ادخل معي إلى بيت وتقوت يعني كل فأعطيك أجرة. فقال رجل الله للملك لو أعطيت نصف بيتك لا أدخل معك ولا أكل خبزا ولا أشرب ماء في هذا الموضع، لأني هكذا أوصيت بكلام الرب قائلا لا تأكل خبزا لا تشرب ماء وترجع على الطريق التي ذهبت منه ذهبت فيه. تصور جاء رجل الله قال ده يحكي ايش صار انت وياك مذبح ورجال وقف يم على المذبح وده يحكي قال له انت يا مذبح يا مذبح انت حتنشق. فهذا الملك صار عصبي وراد يزق الرجال، ده مد ايده جمدت ايده
طبعا هذا كله كلام تنبؤي. شو معنى تنبؤي؟ مش مدخلة عبارة الأصنام بالكنيسة؟ لو غلطان أنا. رجعنا للعهد القديم لو لا؟ مو إنه هل الله بعد عنده شيء اسمه مذبح ونقدم عينه ذبائح؟ لو هل إنه بقى عند الله إنه شيء اسمه كهنة لازم يلبسون شيء معين وينزلون من سبط معين ويصير عندهم أشياء؟ مرة شفت شخص طلع بالتلفزيون قاعد يبارك الحيوانات، مش وقت إنه هذا الشيء كان موجود بالإنجيل واحد يبارك الحيوانات، شخص مسيحي اللي يبارك الحيوانات. شو الشيء دخلت موجودة بالإنجيل ولا يسوع سواها؟ فشو الشيء اللي صار بنانالنا عجل وقلنا للشعب هذا هو ربك ويكتبد؟ الشيء اللي شجعني هو شنو؟ عدد 2 قال لك رجال حيولد اسمه يوشيا، وطبعا يرمز للمسيح وايضا يرمز لاخوانه للمسيح اللي رب حطهم حتى يحطمون عبادة الاصنام ويقولون الحق والكنيسة ترجع للرب الحقيقي. والرب الحقيقي أريدك تأخذ هذا الموضوع شيء رهيب. شلون ممكن الخوف يخلي إنسان هو من شعب الله يصير عابد أصلا ويرسم له يسوع بعقله وبقلبه اللي هو موجود؟ يسوع حسب مزاجي، يسوع حسب مزاجي. فما بقى يسوع هو الأساس، أنا صرت الأساس ويسوع صار يمشي حولي. شو يقول بولس؟ يقول فإن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت. مو انت اللي تعيش، مو يسوع اللي يعيش على مودك. هو طبعا جاء ومات على مودك، بس هو ما جاء ومات على مودك حتى انت تسوي الشيء اللي يعجبك وتعيش الحياة اللي تعجبك. عم اخواني كلام رهيب جدا. وتشوف انه شيء رهيب جدا بوقت هذا الرجال ظهرت انه شيء. قال لك على غفلك انه بنص بدا يدخل نص شعب اسرائيل مثلي. شوف انه انا ما اتذكر مكتوب في الكتاب مكان انه طبعا كانوا مثليين خارج شعب الله صدموا عموره امين، بس قال لك حاليا صاروا داخل شعب الله. ال 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 الكارثه وين؟ لما تدخل عباده الاصنام في مكان، هذا المكان يصير خطر بطريقة رهيبة تفوق لك. فأنا نحتاج شنو؟ إنه نقرأ الكتاب حتى نعرف من هو بالضبط يسوع الحقيقي. صح؟ لازم نعرف من هو يسوع الحقيقي. أنا أريد قلبي أكمل. هسه حاليا هالقصة واضحة، هالقصة واضحة. ملك الله قال له أنا حمزق المملكة وانطيك لك 10 أصوات. في يوم من الأيام خاف، قال خلاص الشعب كله يرجع الرحبة. وتشاور الملك بدو وسوى عجلين وقال له ما خايف بعد روح لأورشليم، كأنه وحط اللي منه يريده قال له أنت بكهنة، كلها بكيفه، اعبد بكيفك، اعبد الله بكيفك. طب احنا ما حنعبد الله بكيفنا،
لأنه إحنا عايشين عم نرضينه صح؟ صليك رب الله كتب لنا بورز يقول إحنا عايشين إله، حياتنا كلها ملك إله، ما عايشين نفسنا. حتى لما تقول لا تريد هذا صح ولا شهوات ولا حياتي ملك. فشي رهيب بعد سنين شنو الكارثة اللي صارت؟ يقلت دخلت عبادة الأصنام من جيل إلى جيل، والشعب أبرك تعوض يكبر، وهاي الطقوس الموجودة تجي أولاده جون أولاده يشوفون الطقوس يكبرون أولاده يزوجوا يجيبوا أولاد تمشي من جيل إلى جيل. بس الله وعد قال له رجال اسمه يوشيا هذا حيجي وحطم الدنيا كلها، وتقرأ بالتاريخ هذا جاء رجال وحطم الدنيا كلها، كل المرتفعات اللي كانت حطمها المثليين وخرم سوى أشياء رهيبة، رجع العبادة الحقيقية. لازم ترجع العبادة الحقيقية ليسوع إنه هي بالروح والحق صح؟ احنا هل اكو حاجة نروح لأورشليم حتى نعبد الله هناك؟ الله مو ينعبد بالروح والحق، إنه والله روح صح، وإذا نعبدناه بالروح والحق ينبغي أن نعبده. جاء هذا ال 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 بمارس السبعة هذا ال طلع قصته الرجل الحبشي تعرفونه صح؟ بعمل الرسول. فشنو شنو مش فاضل جراح أورشليم عباله يعني احتمال كان متوقع هناك حيصير شيء، ورجع رجع هو وقاعد بالعربانة مالته قاعد يقرأ أشعياء. فهسا الله فهمه أكو عبادة حقيقية ثانية. دزوا في لبس قال روح أنت أركض العربة وصعد العربة. فبدأ يسأله انه كشات سيقر ذبح. قال له منو هذا؟ قال له هذا الاشعياء حكي عن نفسه انه هو انكسرت كشات انه كشات سيقر ذبح لو شخص ثاني. ومن هناك بدا يحكي له يسوع هو الاساس وهو السنتر هو المركز، واحنا حوله ومو احنا المركز ويسوع حولنا. مو انت المركز، يسوع المركز. يسوع حبنا ولدنا نتقوى. انت معي اخوان؟ بس وحربك هي حرب التصديق، حرب التصديق. تشوف الانجيل كله مملي بامثال كله العلاقة. تشوف شخص صدق الله، شخص صدق الله. الموضوع مو موضوع اعمال، الموضوع هو هل انت مصدق الله؟ إنه الله عين قال لك البار بالإيمان يحيى. فلما تجيني أفكار شك وخوف، لا أنا حروح أسوي تأمين لأصابعي ولا بحياتي حسوينه. ليش؟ أنا عندي إيمان بله الحي، واللي يصير خلي يصير، أنا ما يهمني. أنت معي إخوان؟ هذا الشيء اللي تعلمناه من يسوع. قال سوف أضع ثقتي بالله الآب. هختم هذا الموضوع. أنا حكيت له قبل يعجبني أحكي له مرة ثانية. أكو كثير ناس مسيحيين يعتقدون إنه يسوع لما مات ونزل إلى الجحيم إنه هو اللي قاوم نفسه. كأنه الموضوع له علاقة ما طول هو الله، فهو نزل وقوم نفسه. اللي يقرأ الإنجيل شو شيء ثاني يقل لك إنه الله أبوه قوم بين الأموات. يقل لك أولا هو كان عنده رهبة، واثنين من كل من روح الإنجيل واضح إنه يسوع سوى قال له لأنك لن تدع وحيدك حبيبك يا رب فساد.
هذا كله كلام إيمان. قال لك قال له نعم أنا حنزل الهاوية بس ما حتخليني بالهاوية. هذا كلام إيمان ولا لا؟ هذا كلام اعتماد ولا لا؟ أريدك تفتهم أساس قيامة يسوع من بين الأموات. أساس قيام يسوع من بين الأموات كله له علاقة أنه يسوع تجسد وصدق بالضبط تصرف عكس ما آدم حواته. العدد الآتي رهيب. روما 5 اسمع اسمع وركز حاخذ. أنا عارف يوم طولنا بسبب الظروف. 19 اسمع اسمع وركز اسمع. لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد اللي هو آدم جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد اللي هو يسوع سيجعل الكثيرين أبرا. بالضبط يسوع صرف بالضبط عكس آدم حواء. الأول صدق ما صدق، الثاني صدق وتمسك بوعود الله إلى آخر لحظة. أكون على يقين يسوع قام من بين الأموات بس لأنه هو كان مصدق الكلمة، صدق أنه الله حيقوم بين الأموات. هرجع وأقول أكون كثير ناس يعتقدون أنه يعتقدون شنو؟ أنه يسوع عاش على الأرض ك السوبرمان، فاحنا اصلا ما لازم نفكر نسوي اعمال. ليش؟ ده والله ومن يقدر يسوي اعمال الله؟ فاصلا انت لما تقول احنا مدعوين نجبة يسوع هذا بعذان كثيرا، هذا تجديف على الله. بس هذا الفكر نابع من عدم ادراك للشيء الموجود. لما يسوع مكتوب عنه انه أخلى نفسه أخذ صورة عبد، هذا كل المبدأ هو اتفق مع الله الآب أنه هاي القوة الخارقة اللي هي إله كابن لله والله أيضا الذي به خلق كل الأشياء أنه ما يستعمله. لهذا السبب لما تسمع هذا حتفتهم ليش الشيطان قالوا ليسوع حول حجر الخبز. كان يريد يجربه يتصرف بالضبط عكس الاتفاق، انه شنو؟ يخضع لله الاب ويشتغل حسب الروح القدس. لهذا السبب لما جاء بطرس شال السكيني وقطع ابنه الخادم رئيس الكهنه، قال له رجع سيفك الى انه خمد رجعه. قال له انت متى تعتقد انه انا ما عندي القدره حالي اطلب من ابوي ودز 12 جيش الملائكة؟ تعبرك انه شنو؟ يعني عبرك انه احتاج انت تشيل سيف وتعامل عني؟ انا ابوي عنده الاف الملائكة بس اقول ينزلون ينزلون. بس قال له بس اذا حصل هذا الشيء شو حيتم الكتاب؟ انت معي؟ لهذا السبب تشوف اعمال بالاعمال الرسل، كل الاعمال كان يسوي يسوع تعرف يسوي. قوم الأموات هم قوم الأموات، شافوا هم يشفوا. طبعا مو بسببهم هم، لهذا السبب قالوا بطرس يوحنا لما شافوا هذا الموعد قالوا لهم يا شعب اسرائيل ايش بدكم تتبعون علينا؟ عبارك احنا بتقوانا او احنا سوبرمان؟ لا، احنا عندنا يسوع بينا، يسوع حي بينا وباسم يسوع قام هذا الرجال. انت معي؟ المبدا انه انت يسوع واحد. أنت يسوع واحد. كلمة أخيرة. روما 8 عدد 38. أريك تركز وحا خلص. هاي أخير شيء حقاوم نسحل. شوف. فإني متيقن. بولز يحكي. إنه لا موت. ولا حياة. ولا ملائكة. ولا رؤسات. ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة، يعني آتية، ولا علم ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.
زين يا ترى ليش بولس ديكتور الحكم؟ انا استقلك ليش حياتك في الروح او بقوه الروح القدس كلها الى اساس اللي هو انه ادراك انت يسوع واحد. فاذا انت مدرك انه انت يسوع واحد انت دائما حتكون قوي. هدف الشيطان شنو؟ يفكك، يفصلك. لهذا السبب لما نحكي نادي يقول ارجع 38 لما يقول كلمة رؤساء وملائكة يعني شو يعني من هم يعني؟ هو قصد انه الملائكة اللي يحبون الله؟ لا طبعا لا، الملائكة اللي يحبون الله ده يفصلونه. ليش يعني؟ ده يقول لك اكو شياطين، اكو قوات. هدف الشيطان الاساسي والاول شنو؟ انه يفصلك عن يسوع حتى يقدر يحطمك. انه اذا انت ما زلت انت ويسوع واحد فهو لو تنقلب السماء على الارض ما يقدر يمسك، يقدر يهجم عليك. بس ما طول انت تمسكك بيسوع هو انتصارك. تمسكك بيسوع هو انتصارك. فبولس ده يحكي بالايمان، يقول انا عندي يقين انه انا يسوع واحد وروح القدوس بي، لو تنقلب السماء على الارض انا ما حد يعرفني، حيجي ضيق خليجي. حتى لو رجعتوا هم مكتوب خطيه رجال يقول انا مرات كنت جوعان. وشو يعني؟ يعني يسوع تركني؟ الشيطان كذاب. هو الشيطان شغله لما يجي ضيقه وشيء يقول ها ربك وينه؟ بس لازم نصدق انه احنا يسوع واحد، لازم نقاوم الشيطان. هوصية من الله، انت معي قول؟ لازم نقاوم الشيطان ونقول له انت كذاب، بر الله علينا، احنا مغسولين بالدم، احنا نظيفين، انه يسوع قال احنا نظيفين. ورأيك انت ما حيغير رأي يسوع يا شيطان. لو تنقلب السماء على الارض يا شيطان، رأيك انت ما حيغير رأي يسوع، ولا يسوع يهم رأيك انت. ليش؟ انه يا شيطان يسوع قال عنك انت كذاب وابو الكذب، وانت تجي بس حتى تقتل تسرق وتدمر. فيا شيطان رأيك عني ابدا ما يهمني، ورأيك عني ابدا ما يهم يسوع. لازم احنا ندرك ان احنا منتصرين على مشتكي شنو؟ بدم الحمل. لا ادرك ان انت يسوع واحد، لا تخلي حد يفكك. اسلك مع طهارة وقداسة، واي شيء يصير دائما احكي يا روح القدس، يا روح الله ايش ايش، قل يا روح الله اكو شيء غلط. دير بالك تحكي لعقلك، شفتم عقل يا اربعه عم تسوى؟ شفتم حباي عقل يا اربعه؟ شفتم العقل شو يسوي؟ العقل يخليك تعبد اصنام من الخوف. بس ليش؟ مو الله قال لك العشره الك، هو انطاك اياها هديه، انت تحتوى اصلا انت تلما اصلا ما طلبته، هو قال لك هي خلص صدق امن بي امن بي. فلهذا السبب لازم احنا نصدق انه إلنا الحياه الابديه، إلنا يسوع، وكل شيء سويناه يسوع حيجازين عليه وامام الكل. لا تعتقد انه عملك هدر. يسوع قال اللي ينطق لص مي عمله ما حيروح هدر، صح؟ لازم نقيس اشياء بقاس روحي يكون رجاء، ونعرف انه بعد بيك بلمحة عين هيجي يسوع. اذا هو قال انه اليوم واحد عنده الف سنة، صح؟ الف سنة، فهذا الموضوع رهيب. الف سنة يوم واحد، فعني اذا اليوم واحد عنده الف سنة فهو يا فأدمع يقول. فخليك خلينا نتقوى، خلينا نتشجع، خليك نكون فرحانين بيسوع، وعندنا ثقة بالكلمة. قل له يا رب انت قلت، انت تعتني بينا، انت تحبنا، انت تقودنا، انت اختارتنا. يسوع ظل يقول موت ما اختارتني اخذتك. ويوحنا قال احنا نحب معمودنا واحنا حبنا اولا، هو حبنا اولا، احنا حبنا. انت معي؟ امين؟ امين.